أهلا بكم من جديد. انطلقت يوم الجمعة الماضي ولمدة أسبوع فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الفيلم العراقي المستقل. المهرجان يعرض عبر الإنترنت 13 فيلما لمخرجين عراقيين، ويهدف لتطوير هوية السينما العراقية الناشئة بعد عام 2003 وإتاحة منصة لصانعي الأفلام العراقيين لعرض منتجاتهم الإبداعية. نشاهد الشريط الترويجي لمهرجان الفيلم العراقي المستقل، وبعده نتحدث مع ضيفتنا إسراء الكمالي وهي من مؤسسي المهرجان. إذن معنا من الدوحة إسراء الكمالي، عضو مؤسس في مهرجان الفيلم العراقي المستقل. أهلا وسهلا بك معنا. بداية خبرينا أكثر شوي عن هذا المهرجان، خاصة أن دورته الأولى تقام في ظل ظروف استثنائية، يعني في خضم أزمة كورونا. أجل، مساء الخير على الجميع. حبيت أشكركم على هذه الفرصة الجميلة وأشكر كل المتابعين في هذه الحلقة. مهرجان كما ذكرتي من 21 إلى 28 من هذا الشهر هو مهرجان مجاني وعبر الإنترنت، يهدف لإيصال قصة العراق وعزيمة شعبه إلى جماهير عالمية ومختلفة من خلال أفلام عراقية من قبل صانعي أفلام ناشئين وبارزين. يعني نعم، قصة العراق تقولين، يعني هذا هو الهدف من هذه الأفلام. ما هي العناوين العريضة لهذه القصة؟ تقصدين العناوين للبرنامج؟ لا، أن قصة يعني أي جوانب من القصة العراقية، من قصة العراقيين، نعم. تضيء عليها هذه الأفلام. نعم، نحن يعني احنا نشوف خلال شفنا خلال الفترة الأخيرة أنه مجال صناعة الأفلام بالعراق تهدم خلال السنين خلال الحروب. فبالنسبة مثلا لبقية البلدان العربية مثلا سوريا أو مصر، عندهم هوية مميزة جدا للأفلام أو لمجال صناعة الأفلام. بالعراق للأسف المجال هذا قدر إنه كل ما يقدر يطلع كل ما يتهدم مرة ثانية. فهواية من الأمور اللي تعالجها الأفلام من خلال المهرجان مالتنا إلها علاقة بالحروب، إلها علاقة بحقوق الإنسان. قصصنا إحنا كعراقيين كتجاربنا داخل العراق وخارج العراق. وهذا الشيء الجميل في البرنامج اللي حطيناه لهذا المهرجان، إنه يشمل قصص من جنوب العراق، شمال العراق، شرق العراق، غرب، وحتى الوسط، وحتى في الخارج يعني في الغربة. فهو يتعامل مع هذه القصص اللي هي لها علاقة بالغربة، بالضياع الوطن، نعم، ضياع يعني وفي الأقارب. هذا المهرجان يعني إسراء 13 فيلما لمخرجين من العراق وأيضا من خارج العراق، يعني عراقيين ولكن يعيشون في الخارج، وأيضا فيلم لمخرجة أجنبية ولكن عن العراق. كيف تم لم شمل كل هؤلاء المخرجين؟ إحنا حطينا نداء يعني لبعث الأفلام للمهرجان، فباب التقديم يعني فتحنا باب التقديم وحصلنا على 80، أكثر من 80 فيلم متنوعة، يعني منها الأفلام القصيرة الطويلة، الروائية الطويلة والوثائقية إلى آخره. فأني وزملائي في الفريق أحمد حبيب، روشين تابوني، و شهناز الدليمي مع بعض تفرجنا جميع الأفلام هذه، جميع 80 فيلم، وقيمناها، وبعدين حطينا سوية برنامج لهذا المهرجان. حبينا إنه نسلط الضوء على هذه الأصوات الناشئة وكذلك على الأفلام من قبل مخرجين بارزين. ف
ممكن تشوفين يعني البرنامج متنوع، في أفلام قصيرة، في أفلام وثائقية، في أفلام داخل العراق كما ذكرتي ومن خارج العراق، وأيضا عندنا برنامج خاص للأصوات النسائية وهو مجموعة أفلام قصيرة من قبل نساء مخرجات في العراق، من العراق داخله أو خارجه. على كل إن كل هذه الأفلام تعرض عبر الإنترنت إلا الفيلم الختامي سيعرض في صالة عرض هنا في لندن، وهو فيلم بغداد في خيالي. لماذا هذا الفيلم بالتحديد اختير لختام هذا المهرجان؟ للتوضيح، الفيلم بغداد في خيالي، نعم، هو سيعرض أيضا أونلاين على عبر الإنترنت بشكل مجاني أيضا، وأيضا كما ذكرتي في الواقع. نحن بدأنا مهرجاننا بالوثائقي عراق حرب حرب سوري حب رب وجنون للمخرج محمد الدراجي. وهذا الفيلم الوثائقي قد أنتج داخل العراق، وهو يبين صعوبة إنتاج الأفلام في العراق. فبدأنا من داخل العراق وأردنا أن ننتهي بخارج العراق، بالمجتمع العراقي خارج العراق. فتتمحور القصة فيلم بغداد في خيالي حول مجموعة من العراقيين يجتمعون في مقهى في لندن، وهناك الكثير من الأحداث المشوقة التي تحدث يعني داخل ذلك المقهى. هذا وضعه كحفل كفيلم لختام المهرجان كان عبارة عن مثل الحلقة التي أردنا أن نخلقها، أو دائرة شاملة للمجتمع العراقي من داخل العراق إلى خارج العراق. شكرا جزيلا لك إسراء الكمالي، عضو شكرا مؤسس جزيلا. في مهرجان الفيلم العراقي المستقل، وكل التوفيق.